السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان في القناة ديالكم ناصر عايز بلوكس. مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله بحول الله. أول حاجة كنشكر الناس بزاف على الدعم ديالكم على الفيديو اللي درت مسبقا، تنشكركم بزاف. دخلوا الناس العديد، الناس دخلوا القناة ديال ناصر عايز بلوكس، كنرحبوا بهم في هذا البلوك الجديد هذا اللي تنقول لهم مرحبا بكم في القناة ديالكم ناصر عايز بلوكس. وحتى الناس اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو هذا، الناس الجداد غادي نقول لكم عاوتاني مرحبا بكم. ما تنساوش ديروا سبسكرايب ولا ابوني ولا اشتراك، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يبقى يوصلكم نوتيفيكيشن ولا اشعارات بانني كنحط فوق ما حطيت فيديو جديد. المهم الاخوان، كما عرفتوني من نهار جيت الامريكان وانا عايش مع وايت بيبل ولا الناس البيضين اللي تيقولوا لهم هنايا وايت بيبل، تنعرف الثقافه ديالهم كيفاش تعيشوا، كيفاش تخدموا، كيفاش تيصوروا فلوسهم، كيفاش تيدوزوا الاوقات ديالهم، كيفاش تيدوزوا الاوقات ديال السبت ديالهم، كيف الطياب ديالهم، كل شيء عرفته من نهار جيت الامريكان وانا عايش معهم. ولكن الداخل ديالي ديما تنقول كيفاش تعيشوا الناس الطبقه الاخرى اللي هما افريكان امريكان بيبل، اللي هما البشر السوداء. داكشي علاش معمر هكا طاحت ليا الفرصه باش نحاول نشوف كيفاش تعيشوا دوك الناس. ولكن حاولت في هذا الفيديو هذا نتقمص الشخصيه، بالله انا بغيت ندخل معاهم، بغيت نعيش الثقافه ديالهم. وعشت نهار كامل مع واحد السيد، تنشوف كيفاش غادي نشوفوا في هاد البلوغات هذا، في هاد الفيديو هذا كيفاش كيخدم، كيف ما هي الخدمه ديالو في مبدله، كيفاش تيدوز النهار ديالو، كيفاش الثقافه ديالو، كيفاش التفكير ديالو، كيفاش شنو تيدير. داكشي علاش كان قبل ما غادي نبداو في الفلوغ الاخوان، كنحاول الناس اللي اقل من 18 عام يتفرجوا في هاد الفيديو هذا، حيت فيه بعض المشاهد اللي ما كنوصيش بها الناس يتفرجوا فيها وياخذوها كانها فكره زوينه. انا فقط حاولت باش نقرب الناس كيفاش تيعيشوا الناس هنايا، كيفاش تيدوزوا النهار ديالهم. كاين بعض المشاهد اللي انا ما متفقش معها، ولكن ما غنخبيش عليكم، غادي نبين لكم جميع المشاهد كيفاش كيدوز هذا الشخص هذا الحياه ديالو في ميريكان وفي الهود ولا في احياء الشعبيه ديال ميريكان، كيفاش تيدوز نهارو، كيفاش الخدمه ديالو. ما غنقدرش نقول الخدمه ديالو حيت الخدمه ديالو فقط سيلين ويد وكدا، تيبيعوا المخدرات وداكشي. داكشي علاش غادي نحاول نقول للناس اللي اقل من 18 عام عافاكم ما تفرجوش في هذا الفيديو هذا، حيت ما غاديش تستافدوا منه. انا درت فقط غير تجربه، بغيت نعيش تجربه ونحاول نسجل هذه التجربه هذه ونحطها عندي باش مره الناس اللي باغيين يعرفوا كيفاش يعيشوا هاد الناس. ما غاديش نقول 100% كاملين الناس كيعيشوا هكا، ولكن نقولوا واحد 75% من هاد الطبقه هذه هي الحياه ديالهم. المهم الا كنتم مستعدين الاخوان، ندوزوا دابا للفلوغ والله يدوز النهار بخير وصافي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناه ديالكم ناصر ايس فلوكس. مرحبا بكم فيديو جديد ان شاء الله بحول الله، سوربرايز. مهم كنعود لكم عاوتاني ان شاء الله في الفلوغات، ولكن هذه المره واحد المستوى ولا واحد الكونتنت اللي هو مغير على داكشي كامل اللي كنت ندير. المهم الاخوان، في هذا الفلوغ هذا غادي نعيشوا الحياه ديال الهود، الحياه ديال الساكنه الامريكيه، دوك الطبقه العزاوه. داكشي علاش غادي نحاولوا نعيشوا معاهم هذا الفلوغ هذا. وان شاء الله بحول الله، شنو كنت درت في هذا الفلوغ هذا، غادي نحاول كاين واحد السيد، واحد النيغا، غادي يحاول يدير، غادي نحاول ندخلو العالم ديال الاي كوميرس اللي في هذا الفلوغ. غادي تشوفوه فلوغ وغادي تشوفوه اي كوميرس. حتى هو هاد خونا هذا عارف غير دراكس، عارف غير المخدرات، عارف غير الحبس. غادي نحاول ندخلو لهذا المجال ديال الاي كوميرس، وغادي تعلموا منه بزاف كيفاش تيعيشوا ديك الطبقه ديال الامريكانيين في ميريكان. المهم غنكتشفوا معنا، غنشدوا الطريق وغنمشيو عند كينغ سامون. سامون بحال شي حوته. الاخوان ما تنساوش زر لايك، سبسكرايب الى اول مره غتشوف هذا الفيديو هذا، باش تعيشوا معايا هذه الرحله هذه ولا هذا الفلوغ هذا مع الناس ديال ميريكان ديال بصح. هذا الفيديو صيفطوا للمبوق، قول له هادو هما ريل نيغرز، ماشي هذاك الشيء اللي في المغرب. Hey guys, I just wanted to let you know that we've arrived. So the dude is here. Got my clutches on my finger. All my teeth is gold hanging. All my pockets cha-ching. Try to jack and we bang. Bah! Back now. And I'll spit the little rhyme and shit, and then it'll go like.
maybe spin it or drop it down or something like that? Yeah, I have the program on my PC now, so I brought my laptop too. So we're gonna start editing that. Cool, cool, cool. All right, guys. Cool. Oh, is that that's the secret, nobody's gonna steal it? Yeah. That's cool, man. Is this Mustang? Yeah. Hold on. I used to have Mustang too. Chucky OG, you know what I mean? It's going down. We got a whole zip of that. Ugh. You know what I mean? This dude is about to start eBay. Start making money. Yeah. Smoking a big L. Ashing a coffee cup. You don't need to go back. You don't need to go to work. Somebody. You just work from home, make money. You get infinity stones like this. Yep. Damn. Look at these kids right here. Man, it's gonna cost you by sale, huh? Woo! Authentic. Oh shit. Authentic. Yeah, here. Yeah. Alright, man, it's going down. We out here on Christmas Eve, y'all. I'm talking about, shit, man, we gonna go ahead and go to the liquor store, and then we gonna hit this dispo. You know what I'm talking about? Get that green, that fruit. Man, we smoking good for Christmas. You know what I'm saying? I can put it right here, and it'll fill in the whole cab, or I could put it inside or whatever. What are you getting from here? Man, you about to get some motherfucking yak or some, you know what I've been fucking with? That hood. Hey, Jess, how you doing? Get not to pass. Hey, smoking that gas, smoking that gas. Don't forget not to pass. Link it a rinks, link it a rinks. Go like Sonic, eh? See you rap sometime? You have some songs or something, right? Damn. Yeah. So guys, you know, we wanna edit the video, but I forgot to bring something from home, so we're gonna go buy it. So we're gonna go to fucking Walmart to buy it. The chip thing. That's what we're gonna go buy now. Back to this badass car, man. First thing first. Yep. You got a Sparky one. You know, there are some really cool music in Morocco that I want you to listen someday, and you tell me your opinion. Like a review on the video? Yeah, yeah. Like, we have really good rap music in Morocco too. And we smoking on that good, good. Riding the song fast through the hood, hood. Hey. Whoa, please don't throw it to him. It's gonna be famous. Long pack. Yeah. Yeah, guys, don't forget to put comments and tell me what you guys think. Take off! Take off! Take off!
check this out, guys. What are you gonna do? Man, I'm about to do some donuts, y'all. Tell me. It's going down, baby. All right, I'm gonna get out and put that on video. All right, shit. Guys, check this out. Look at this guy, what he's gonna do. Survive. This is how you breathe. You know what I mean? Stay fitty. Head to toe. You know what I mean? Kick that sauce. Yep. Latest and greatest. You know what I'm talking about? Breads. Gonna hit you for about $6 or $7. Yeesh. Stupid. Yeah, man, you wanna survive in the hood, man. You gotta hold it down like a paperweight, you know what I mean? If a fuck nigga try you, you gonna go ahead and grease him. You hear me? Push his whole top back. It depends on the case, you know what I mean? Feel me? Marked up like a subway in Harlem, you feel me? All the way to the belt, to the kids. You know what I mean? Just fresh shit. Yeah.
Yo guys, we're gonna end up this video right here. I hope you guys enjoy it. I just wanna guys let you know, if you wanna see more videos, this guy right here. Comment in the box, you know what I'm talking about? It's going down. Yeah, don't forget to subscribe, like, and let us know if you guys wanna see more videos on YouTube. Just check it out. Next video is gonna be lit. We're gonna shine to the glow.